من جانبها أكدت الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد لوزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي حالة إصابة لأشخاص قادمين عبر المنافذ البحرية والبرية، وأنه يتم تنفيذ خطة وإجراءات محددة بهذا الشأن. إحنا عندنا 6 موانع على فكرة. ميناء خليفة كانت تتينا الكروز الواحد فيه فوق 3200 وشيء عدد. من أول يوم حصرناهم كان تقريبا أول فوج كان في 12 جايين من الصين أيام الصين، والحمد لله بتعاون جميع الموجودين من داخلية من صحة من سياحة كنا نتابعهم أول بأول ونفحصهم، وتم التنسيق والتعاون المشترك بيننا وبين الجهات، والحمد لله ما في ولا إصابة جاتنا من خلال المنافذ اللي هي البحرية.